كتير جدا. وزارة التضامن الاجتماعي بجرة قلم هتجند البنات. مش كل حاجة يتعمل منها قصة كبيرة جدا نسيء بيها لمؤسسات كثيرة والناس كتير. كان لازم يبقى فيه مجلس الشعب يناقش الموضوع، يبقى فيه قانون، يبقى الدولة كلها بتمهد لده. أحد مشاكلنا الكبيرة كمصريين والمبالغة في كل شيء. أنا بديك الدعم النقدي ده عشان أستثمر في مستقبل الأولاد دول. سموه تكافل وكرامة. في مليون سيدة مصرية معاها كارت بتروح تصرف منه دعم نقدي كل شهر. فعلا لازم يكون عندنا شجاعة إن احنا نتكلم عن سلبياتنا وأسبابها وإزاي هنصلحها. حبيبي سيدنا النبي أصلي. اللي فاز بالجائزة الكبرى في برنامج منشد الشارقة كان صوت مصري عزم. هو الجمال كله. أنا عايز أسمع على الأقدام بصوتك. الله.